فيروس كورونا يقلص معدلات الجريمة مقارنة مع سنة 2019. كشف التقرير السنوي للإدارة العامة للأمن الوطني عن معالجة ما مجموعه 851,343 قضية زجرية خلال سنة 2020، كما تم استجلاء حقيقة 817,259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33% مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. فرغم تنامي مؤشرات الجرائم المرتبطة بجائحة كوفيد 19، إلا أن المصالح الأمنية سجلت انخفاضا واضحا في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 3% في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4.72% في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22% في القضايا المالية والاقتصادية. أما معدل الزجر أي نسبة حل الجرائم فقد عرف تطورا ملحوظا، ناهز 96% في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية. التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما وتطور الجريمة فرضت على مهندسي وخبراء الأمن الوطني نهج استراتيجية تعتمد على تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة، إذ تم تدعيم المصالح اللامركزية للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، حيث تم تشكيل 5 فرق جهوية للمتفجرات بريغاد ريجيونال ديزارتيفيسيي بكل من ولاية أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية. وتم تجهيز هذه الفرق ب8 مركبات عالية التكنولوجيا تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة. وكشف التقرير السنوي للإدارة العامة للأمن الوطني لسنة 2020 عن بنيات تحتية جديدة تضمن النجاعة والجاهزية لمكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، إذ تم إحداث 5 فرق جديدة لمكافحة العصابات بأجي بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية اللوجستيكية الضرورية كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء 11 مصلحة جديدة للتشخيص القضائي.